3 ساعة صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري. جاء ذلك خلال كلمته في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة الـ20 للشراكة مع إفريقيا التي تنظمها ألمانيا، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية المبادرة كآلية فعالة لدفع جهود التنمية الاقتصادية في دول القارة الإفريقية بالشراكة مع مجموعة الـ20، لا سيما وأنها تعتمد على صياغة خطط عمل تناسب أولويات كل دولة وتتسق مع أهدافها وتطلعاتها الوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جهود الدول الإفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة. كما شدد الرئيس على أهمية الشراكة الإفريقية مع مجموعة الـ20 كإحدى أهم آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي من التبعات السلبية للجائحة، حيث يقل كثيرا حجم الدعم الموجه إلى القارة الإفريقية عن احتياجها الفعلي. ينطلق اليوم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة مصرية بالإضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامية. يناقش المؤتمر السبل الكفيلة لحل المشاكل بالمنطقة، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار وأيضا الدول الصديقة. ومن جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح إن المؤتمر سيسهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة ودعم مسار الحوار البناء في سبيل ذلك. وقبيل انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي حرص بلاده على السعي لتطوير علاقاتها مع فرنسا في كافة المجالات، مشددا على أن العراق وفرنسا شريكان في دحض الإرهاب وداعش. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القاذمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب جلسة مباحثات ثنائية. ومن جانبه أكد ماكرون حرصه على استقرار العراق وسيادته، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد تاريخي واستقرار العراق يتطلب استقرار المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر شدد ماكرون على أن بلاده ستظل مستمرة في دعم الجهود لإعادة النازحين واستقرار المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت أن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول. وأوضحت الوزيرة أن فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان، مشيرة إلى أن نحو 3000 فرد منهم 2600 أفغاني نقلوا إلى فرنسا خلال العملية. ورياضيا، توج اللاعب المصري محمود صبري بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 72 كيلوغرام، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. ونجح البطل المصري في رفع
ثقل قدره 185 كيلوغرام في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 192 كيلوغرام في المحاولة الثانية، قبل أن ينجح في رفع ثقل قدره 191 كيلوغرام في آخر المحاولات، لينجح في التتويج بالميدالية الفضية متفوقاً على بطل إنجلترا. وتعد هذه الميدالية هي ثالث ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان في رفع الأثقال. ختام موجز التاسعة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.